الحضارة الغربية عاجزة تماماً مهما بلغت من الرقي في العلوم الاقتصادية وفي الصناعة وفي الزراعة وفي الكفاءة الإدارية، فإنهم عاجزون عن حل مشكلة الفقر دون شك أو ريب، إلا لو عادوا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وآله. كما أن الدول الإسلامية لأنها ليست إسلامية في منهجها الاقتصادي ككثير من المناهج الأخرى، فإن من المستحيل أن تقضي على مشكلة الفقر والبطالة والتضخم وما ينجم عنها من أضرار ومفاسد أخلاقية أو غير أخلاقية. الآن هذا مثال واضح بعد، هاي الثروات قاعد تصف في جيب الحكومات، أين تروح؟ قسم منها يأتي للناس، لكن الأعم الأغلب وين يروح؟ يروح إلى الأسلحة، يروح إلى العنجهية، يروح إلى تكريس الدكتاتورية ولو بقالب الديمقراطية كما في الدول الغربية مشاهد بشكل واضح. لكن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتبعون، مو المنهج الغربي، الذين يتبعون الرسول مرسل من قبل الله، ويقول لك الأرض لله ولمن عمرها. كل الدول في العالم تقول الأرض ليست لله في عملها وليست لمن عمرها، بل الأرض لي. هذا شنو معناته؟ معناته رفع راية في مقابل راية الله.